ماتوني أسيب حدو ولادي ما يجيش سبيطارات، هذا راهو حق وعلى عليك ما يعداش الله، وراهو الظلم. لا سكتنا عبد الله ولا سكتنا القايد، والله تنتحداوهم. الآفاق جينا شاريين من ليراك على أساس غادي يكون في المرافق الحيويه، وسميتو لقينا الزباله يوميا السبيطارات، يوميا ولادنا مكرفسين ليله وحده. ليله وحده يعيشها المسؤول اللي دار الزباله ما غاديش يستحملها. الشعب هاكرينو هنا. الافاق افاق جزئه مهمله من جميع النواحي، لدرجه ان الزباله ولات في الافاق، لان الساكنه يوميا تتحرق، يوميا ولادنا مكرفسين، يوميا حنا يوميا السبيطارات، يوميا اش نديرو؟ نحرقو في راسنا العافيه اش نديرو؟ يوميا تيخليو الناس تتجعلو العافيه. اش طالبوا دابا؟ تنطالبوا يحيدوا الناس الزباله، تنطالبوا يحيدوا الناس الزباله، وتنطالبوا ينضموا هذا الافاق ويديروا فيها المرافق الحيويه، لا سبيطارات لا مدارس لا ثانويه. المدرسه واقفه دروب، المدرسه واقفه دابا. المراه حامله، المراه بغات تولد. المراه واقفين ولادنا. المراه بغات تولد، ما لقات فين اللي يديها، والو مهمله، مهمله من جميع النواحي. مهمله الافاق جزئه مهمله، ناسيها الوالي تاع مراكش، ناسيها الجماعه، ناسيها القايد، ناسيها كل شيء، ناسيها. كتعاني من شي بلاء؟ انا من الحساسيه جاتني بسبب انا وولادي وجيراني، جاتني من اساس تندير وليت تندير بولطونين، وليت تنديرها، وليت تندير بولطونين على اساس ما كاينش بعدا شي حاجه في الافاق. وحنا تنطالبوا الوالي يجي يدير معنا شي حل، لان هاد الناس ما داروا معنا حتى حل. يوميا تنجيو وما كاين حتى حل داروا معنا. تنطالبوا لان حنا كاع الساكنه تقريبا الافاق كلها راه عمرات، كلشي متضرر، تنجيو يوميا ما داروا معنا حتى حل. هذه هي المطالبه ديالنا. تنطالبوا من الوالي يجي يحضر على شغله.